عسلامة عسلامة شنحوالك صفا مرحبا مرحبا عايشك جيتك اليوم باش نعدي معاك نهايري اليوم بالله والله يا بنتي مرحبا نهار واحد راهو شوية راهو نهار يزب قلقي تفضل مرحبا مرحبا عسلامة عايشك عسلامة مدام هندة مرحبا بنا في دارك. هو مدام هندة بن محمود غني عن التعريف سيرتو العباد اللي مغرومة بالكرة السلة. أول حاجة نرحب بكم ساعة مرحبا بكم مرحبا بقناة الجنوبية عايشك ومرحبا بالليميسيون هذه اللي هي فريمون تلخص قيمة الشخصيات اللي انتم قاعدين تستدعيوا فيهم وكل مع تمرة ونص ديجا لو تيتخ مع تحلو برشا وانا جو سوي فيير معناتها دتر parmi vous هوني في الحصه نتاعكم نبداو من الاول خطوه خطوه كما نقولوا فيها عشت في نيفو باهي برشا قريت براتيكمون في من احسن المدارس في تونس نوتر دام دو كارتاج بباسات منوبه امي الله يرحمها توفيت الله يرحمها توفيت وهي خليت صغيره عمري 11 سنه صغيره اي ومن بعد اكتشفت عائلتي الحقيقيه خاطر هما كانوا مستبنيني دونك لو شوك بور موا كان كبير برشا امي كي سمعت امي اللي ربيتني ماتت وليت تلوج عليا خاطر تعرف اللي الامور حبت تبان وقتها ماهيش باش تمشي كيما هي كيما مستانسه تمشي فهمت دونك سي سا دونك ما انترسبتي انا مروحه نهار من الليسي وجيت مراه دورتني من يدي عملت لي هي جاتني من تالي دورتني كي قالت لي هندا قلت لها انا غزرت لها سي اون تري بيل فام بلوند محلاها كيفك انت مزيانه برشا هي ازين برشا هي تري بيل الله يرحمها قعدت نغزر لها كي قلت لها شكونك انت سيبني يا اخي قالت لي ما تفجعش مني راني امك قلت لها ليه انا امي ماتت قالت لي انا امك الاصليه وكاين ربي مستجيب لي انا خاطر في لحظه من اللحظات وكنت بعد ما ماتت امي وتعبت بسيكولوجيكمون برشا وطحت في ديبرسيون وانا صغيره جي با اكسبتي معناتها سيتي ان شوك خاطر امي لبس عليها امي ما عندها حتى شيء عرفت ماتت دانكو هكاك عن نوم الله يرحمها واحد كي تموت امه نحن كبار وما نتقبلوش خلي 11 عام معناتها صعيبه صعيبه شوي الله يرحمها ما كنتش نجم تصور باش تخليني ما قبلتهاش الله يرحمها سيرش يسأل هو عندك الحق هذا مش تبكيني أنا أكثر منك راني أنا أكثر منك بيه مش نكمل. الله يرحمها وينعم الله يرحمها بيه دونك اكتشفت عائلتي واكتشفت اخواتي بما فيهم ليلى شابي راك تعرفها ليلى شابي الممثلة أختي وعواطف وخالي وخالتي سعيدة وخالتي عايشة وخالتي دليلة ومامتي وعرفت العائلة الكل دونك تلقى عندك عائله كبيره وقت اللي انت تربيت وحدك اي تربيت وحدي معناتها جيت توجور ايتي في يونيك ما نعرف حتى حد ما عنديش خوات عندي كان العروسه نتاعي اللي قعدت معايا حتى لين انا كبرت وحتى لين عرست وكل شيء وانا عندي العروسه نتاعي اللي هي كنت نتفكرها وانا العروسه كانت اكبر مني طويله كانت كبيره عليا عرفت هذيك اللي قعدت معايا هذيك هي صاحبتي وكل شيء فهمت با بالنسبه للباقي معناها كنت في ليكول بتاعنا في الباباسات ميزامي دونفونس هما خواتي وعندي معناها عباد اللي هما قراب لي برشا معناتها كيما خويا عبد الستار تربيت انا وياه نقولوا خويا عبد الستار لتوا معناها نسلم عليه زاد هو دونك عندي ناس كيما خواتي هذوما قراو معاك في ليكول لا 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 هذوما جيراني اللي هما قراب لنا برشا جيرانكم في تربه البيت كل عشره ما بيناتهم وبين امي كبيره دو فاسون اللي انا معناها وتاتا سيده يرحمها كنت بوندون لي فاكونس نمشي بحذاها خاطر هي تربي في البنات وكيما دار المعلمه فلا. معناها تعلمت عندها التريزا الكروشيه اي قبل هذايا كانت اي بيان سور تعلمت نحل الحلالم تعلمت نقضي تعلمت نغسل الحوايج هذه في دار معلمة في دار معلمة توا تعرفت على عائلتك الكبيرة اي اما عرفتهم هما اما قبل ما نعرفهم هما بشوية دخلت للباسكيت
وصلنا للباسكت تاو، شكون غرمك انت بالباسكت؟ كيفاش حبيت الكوره؟ ماشي الليسي، عندي واحده صاحبتي تتعرض لي ونمشي وناخذ الكار مع بعضنا. باه، هي البنيه اطول مني واقدع مني. واحنا ماشيين جست قدام المسرح بالضبط، جاني راجل، جاء راجل كي شافنا هكاكا طويل وزوز وكل، جاء قال عسلامه البنات، انا راني مسؤول في ستاد تونيزيان. با جو سافي ميم با سكو سافو دير ستاد تونيزيان. وراو عملنا ايكيب نتاع باسكيت، وكان تحبوا معناتها يجيو توليو تلعبوا معانا، راو جاو باهي وراو بنية نظاف وراو هكا وراو هكا. هي قالت له انا راو ليه ما نحبش باسكيت، انا نلعب هون. وانا قعدت نخمم شنو باش نقول له، قلت له ليه انا نعمل كاراتيه. باش يخاف ويهرب. باش يخاف مني هكا في بالي، قلت خلي يخاف مني. مخي قال لي كيكا يا اخي، قال لي ما يسالش راهو تنجم حتى كتب تعمل كاراتيه، ما تنجم تعمل باسكيت اونتخ تون. صدمت هكاكا. وين مشيت؟ مشيت للبار. مشيت لدار الشباب. وين هو قال لنا معناها باش تجي. هبطتني الكار قدام دار الشباب، ملي انا داخله من الباب نلقاوه السيد هذايا اللي هو اسمه محمد الشين، نلقى مجيد الداخليه نسلم عليه، مجده عشيرنا، نلقى رفيق الشوق ونلقى كمال الشوق الله يرحمه. قعدوا يغزروا لي هكا. بون الاستقبال كان شويه تقول ما نعرفش شكون داخل لهم هما، علاش؟ باسكو ما عندهمش بنات طويل، وانا طويله دخلت لهم من غادي. معناتها حاجه ياسر حلوه. وعندي الوغ ديجا دون سبورتيف، عرفت؟ معناتها حتى ماشي. انت تتفكر الدات هذاك بالضبط؟ نتفكر اللي هو اون 76 عام 76. هما فرحوا بيك، دخلوك توا للواح، فهموك كيفاش؟ لا فهموني لا حد شيء، ما دولي كره. هي تقول لي اعمل هكا وانا نعمل نجيبها قد قد. هي تقول لي مدام حسنه خليل لونترينور، نذكرها بالخير، وهذيك عوضت لي برشا حنان وبرشا حب وعطاتني برشا حاجات في الدنيا. اي سيتي كوم سا معناها لو ديبار. بون روحت نهارتها في وقت معقول، خاطر تريناو بكري، سيتي ان فوندغدي. جاب ربي. تريناو بكري، روحت عادي ما فما حد شيء، وانا لابسه تحت حوايجي التونو. ما يلزمنيش نوري، خاطر بابا ديجا عرس خذ مراه، والمراه باش تعمل لي مشاكل. بنتك تلبس في العريان، وبنتك تلبس في شورت، ورجال تتفرج، وذا كله ما مش معقول. اي مش معقول. فهمت كيفاه؟ جيت مره اونترينمون مخر، وصلت للدار ما نعرفش وقتاش، اون توكا الدنيا ظلام. وذيك اول تريحه ناكلها، بشويه بشويه اللي نفيقوا بيا. كيفاش فيق بيك؟ وجاتني مدام حسنه، فاقوا بيا ناكل في الترايح، ومشيت لمدام حسنه قلت لها، قالت لي تو نكلموهم. نتفكر اللي جاو من الفيديراسيون وقت انا ايكيب ناسيونال، خاطر وليت باش نمشي اون ستاج. اي باش يولي، فهمت؟ وليت خدمه اكثر مع سي طاهر بن مسعود. بون بابا قبل الستاجيت باه، لكن جينا اول فواياج ماشيين لاسبانيا، ايكيب ناسيونال كاديت ماشيين لاسبانيا. هذايا بابا باش نسافر لبرا، يهبطوا عليه جماعة الفيديراسيون الكل، قنعوه وعطاهم الأوراق وصحح لي في اللوتوريزاسيون، وعملت الباسبور نتاعي، وكان أول فواياج ليكيب ناسيونال. ليكيب ناسيونال قد إيه عمرك أول؟ أول فواياج لألمانيا عملنا دي ستاج، يمكن عمري 15 عام. ليكيب ناسيونال؟ إي. يمكن عمري انا بديت شو بقى من با عامره اللي نحكي لك فيها. اي فيسا فيسا. انا بديت مخر الباسكيت، انا بديت عمري 14 سنه. اما تجاوزت يظل المراحل الكل. كبرت في ستاد تونيزيان، من ليكيب ناسيونال كاديت قعدت اشوفال، خاطر عيطوا لي زاد ايكيب ناسيونال سينيور مع سي محمد الزوالي، وقعدت اشوفال مره كاديت مره سينيور، حتى لين خذيت بلاستي في السينيور، فهمت؟ وكان لي شرف بالحق، وكان عندي معناها اون شانس كبيره برشا، اللي ترينيت عند مدرب عظيم وقدير واسمه محمد الزوالي، اللي هو مرجع في الباسكيت. نتفكر اللي اول كومبيتيسيون انترناسيونال كانت في السنغال ان 81 عام 81. جافي لا ما نقولش قد ايش جافي باش ما يفيقوش بعمري. اي خير انا ساكتي وانا مانيش باش نسال تو في الاخر نقول لك قولي بيني.